عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر جلسة مباحثات منفردة في قصر الاتحادية، تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. هذا وقد توافق الزعيمان على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه سمو الأمير القطري ضيفا كريما على مصر، مهنئا سيادته إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، ومؤكدا أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين. من جانبه تقدم سمو الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه السيد الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدما بالتهنئة إلى السيد الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومعربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة السيد الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة.